تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان والإسلام، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن رب العزة والجلال قال في حديثه القدسي الجليل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسوكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تأخذ الإبرة إذا أغمست البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هكذا أحبتي جاء في هذا الحديث الصحيح الصريح القدسي الرباني أن الله جل وعلا حرم الظلم بين العباد، حرمه على نفسه إذ يقول جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا، وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال تعالى:
ولا يظلم ربك أحدا. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الظلم فقال: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم يأتي في سياق الحديث بقوله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. الضلالة عباد الله هي طريق الغضب وطريق الشقاء وطريق النار والعياذ بالله. فلا هداية إلا بإرادة الله جل وعلا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولهذا يقول سياق القرآن للذين هداهم الله يقولون يوم القيامة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فالحمد لله الذي هدانا إخوة الإيمان والإسلام، ولولا رحمته وعفوه ومغفرته لكنا من الهالكين الخاسرين والعياذ بالله. ولينظر كل منا هذه المعمور وما على ظهرها من مخلوقات، إذ أنها تحتوي ما يزيد على 7 مليارات بشر، اختار الله منهما أو منها 2 مليارين فقط، هذين الذين اصطفاهم الله ودلهم على طريقه للإسلام. فكيف بك أيها الأخ الكريم وأنت تنظر إلى هذه النسبة المئوية الضئيلة التي هداها الله وجعلك الله واحدا منها؟ فكم من حمد يطلب منك وكم من شكر يجب أن تعترف به لله عليك إذ هداك. ولولا هدايته لغوينا وضللنا وانحرفنا وإذا بنا لجهنم حطبا والعياذ بالله. ثم يبين الخالق سبحانه وتعالى لنا نعمه فيقول: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. انظر أيها الأخ الحبيب إلى هذا الطعام الذي وصل مائدتك وإذا بك تأكل وتشرب وتنعم، ولكن تتبع السبيل الذي مر به من زرع ونبت وحصاد ورحي ثم حمولة ثم من بلد إلى بلد ومن قطن إلى قطن إلى أن وصل مائدتك. والله إنه الإعجاز عظيم، ولكن وما يتدبر إلا أولو الألباب. ويبين سبحانه وتعالى لك هذا الستر وهذا الثياب الذي زينك الله به. هذا الثياب يقول: كلكم عار إلا من كسوته. كساك الله بالثياب، وكساك الله بالصحة، وكساك الله بالمال، وكساك الله بالعطاء. فكل هذا من نعم الله وعطائه جل وعلا: كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. ثم يبين لنا سبحانه وتعالى عظمته وغناه عنا وعن مخلوقاته، يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا كلهم أتقياء مؤمنين طائعين ما زاد ذلك في عظمتي ولا في ملكي شيئا، إذ أنني أنا الغني. ولو كانت المعمورة كلها عصاة وملحدون وكفار ومشركون ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أي عظمة هذه وأي غنى هذا؟ كيف لا يتدبر الكيس الفطن في عظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ ثم يبين لنا غناه وملكه وسعة رزقه، يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد مسألة. تدبر يرحمك الله أن لكل واحد مسألة تختلف عن أخيه، وأن الله يعطي كل مخلوقاته مسألة. يقول: ما نقص ذلك مما عندي إلا ما كما تأخذ الإبرة إذا أخرجت بحر، البحر الذي هو 3/4 المعمورة، ماذا تأخذ منه الإبرة؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا ينتهي ولا يفنى. ما عند الله باق، قل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هكذا جاء في القرآن الكريم. ثم يقول جل وعلا منبها العبادة على هذه الدنيا القصيرة وعلى هذا العمر القليل الذي ينادينا حتى نتنبه ونغتنم قبل فوات الأوان، يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا عبادي إنما هي أعمالكم
أحصيها لكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الحفظة كل ما يقوم به الإنسان من خير كان أو شر إلا ويحصى. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، يحمد الله على أن هداه ودله على طريق ربه ودله للخير وفعل الخير وللتواضع وللتراحم وللتسامح وللتعامل بالمعاملة الحسنة. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما أنزل فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم وارفع وتكرم. الحمد لله الحمد لله لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى ولا راد لما قضى. الغني المغني المانع الضار النافع الأول الآخر الظاهر الباطن الذي هو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا مالك الملك وملك الملوك. أشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والحبيب المرتضى بعثه الله بالدين الحق والهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إخوة الإيمان والإسلام، العود والعود أحمد والتوبة قبل فوات الأوان، وتدبر نعم الله عليك والشكر والمبادرة بالشكر والاعتراف لله جل وعلا. ومن أخطأ وأذنب فإن باب التوبة مفتوح. فالعود والعود أحمد قبل فوات الأوان. واعلموا أن هذه الدنيا إنما هي نعيم زائل، فاقتصد فيه وخذ منه ودع، وارضى للناس بما ترضى به، واتبع الحق فنعم المتبع. ألا وصلوا وسلموا على النعمة المهداة والرحمة المسداة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر ربنا في محكم التنزيل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد النور شمس العرفان ومهبط أسرار القرآن، وارض اللهم عن الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين زوجات نبيك المصطفى الأمين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بمنك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وارزقنا الإحسان وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونسألك توبة النصوح. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الإجرام وهذا الظلم وهذه الغطرسة. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل الظالمون والسفهاء منا. اللهم يا حي يا قيوم احفظ الإسلام والمسلمين في هذه الديار. اللهم يا رب العالمين مكن لنا دينا الذي ارتضيت لنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح لنا أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وبيوتنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو مظلم أو يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفقنا لما يرضيك عنا واهدينا إليك صراط المستقيم. عباد الله أيها المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واسألوا الله من فضله نعيمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم الحمد لله. الصلاة الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. المساجد ما نكونوش على علم بان الجمعه ما تحتاجش المسجد.
الجمعة؟ العلماء قالوا الجمعة ما هيش مربوطة بالمسجد. قالوا الأساتذة اللي تسكر يلزم الدنيا فيها ثلاثة من الناس، الإمام واللي يمسح والمؤذن. بارك الله فيك. عشان تفطر في الجمعة. الحمد لله. معلش هكذا ولا هشام سما؟ الحمد لله يا حبيبي.